عملتك في موضوع. لا انا نايمان جدا دلوقتي، يعني بكره الصبح ان شاء الله بقى اكون صحيح. كلميني في اي موضوع. موضوعي وانا دلوقتي نايمان اصلا، ما بعرفش اتفاهم في اي موضوع. عادل انا عايزاك في موضوع مهم جدا، عايزاك في بيزنس، وبيزنس يعني وقت، ووقت يعني فلوس. بيزنس؟ اتفضلي يا حضرتك. هتخربي بيتي في ايه بقى المره دي كمان؟ وبدايه غير مشجعه على الاطلاق. حضرتك عايزاني اشجعك اعمل ايه يعني؟ مثلا اقعد اهتف اقول رانيا واسقف لك، ولا اعمل يافطه مكتوب عليها مشروع رانيا؟ انا عايز اعرف انت ليه دايما بتسفه من كلامي ومتسرع كده في احكامك. حاضر اتفضلي. مش هسفه ولا هتسرع، اتفضلي. ارغي 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 ارغي. الاوبن دي، الاوبن دي هو مشروع كل عصر. الاوبن دي مشروع كل عصر لكل سيده في مصر. ده زي القراءة للجميع يعني؟ يكاد يكون، بس هي الفكرة إن الأوبن دي مربح جدا، يعني دخل الأوبن دي يتعدى في الشهر 5000 جنيه. وأبو 5000 جنيه ده عايز راس مال قد إيه يعني؟ إديني 3000 جنيه وأنا هديهم لصاحبتي تنزل تجيب لي من تركيا هدوم قد كده وهبيعها عندنا هنا. 3000 جنيه؟ أنت اتجننتي؟ 3000 جنيه إيه يا هانم اللي أنت طالباهم مني؟ ده رقم تطلبيه مني؟ بصي مفيش فلوس. يعني إيه مفيش فلوس؟ ها يعني إيه مفيش فلوس؟ يعني أنا من حقي احلامي وطموحاتي؟ مش كفايه ان انا قاعده لك في البيت ما بشتغلش اصلا؟ انا اصلا ما بحبش عندي ست تكون بتشتغل. يا سلام، طب ما اختك بتشتغل. اختي دي من الستات اصلا يعني، وبعدين اختي بتشتغل عشان مطلقه، لما ان شاء الله تبقى مطلقه هسمح لك انك انت تشتغل. ياه بقى دي مش طريقه عيش. على فكره بقى انا زهقت، انت زوج ارستقراطي معاصر. ارستقراطي وكمان بتشتميني باليوناني؟ ايه يا ولاد في ايه؟ بتسخنوا ليه؟ اتفضلي يا ماما، الهانم عايزه 3000 جنيه قال ايه عشان تعمل مشروع اوبن بوفيه باين. بطلوا بهل بقى، اسمه الاوبن داي. اهدى يا عادل، اهدى يا حبيبي ونتفاهم. مفيش تفاهم، مفيش مشاريع هتتعمل ومش مطلع ولا مليم. يعني ايه مش مطلع ولا مليم؟ يعني انت عايزني انسى طموحاتي وامالي؟ معلش يا رانيا معلش، انا هتصرف. تتصرفي في ايه يا ماما؟ ماما بعد اذنك يا ماما، الموضوع ده ما يتفتحش تاني، موضوع الاوبن داي ده لا اما بقى اخليه كلوز داي. بس 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 يا حبيبتي قطعتي قلبي. لا لا جرحني جرحني عادل جرحني. معلش يا حبيبتي معلش. ما كنتش اتوقع منه انه يعملني بالخشونه والتهور ده كله. قطيعه تقطع الرجاله كلهم كده، اساليني انا. الرجاله؟ ايه ده يا ماما؟ بتنموا على الرجاله ومن غيري؟ لا والله لسه بادئين. طب يلا يا ماما قوليه بسرعه. ها بتنموا في سيره مين؟ ابني حبيبي عادل. يا تا عادل وسنين عادل، عمل ايه المنيل ده تاني؟ كل صحباتي عاملين اوبن دايز وكسبانين جدا ومبسوطين. ليه وليه؟ انا كمان عايزه اشتغل. شبكه علاقاتي بسيدات المجتمع الراقي وسيدات الصالونات المذهب الفاتنات هم دول اللي هيخلوني اعرف اعمل اوبن دايز واكسب ونغنقكم وننتقل الى مرحله جديده. بقول لك يا رانيا، قولي لي المشروع ده يتكلف كام؟ 3000 جنيه وهنجيب اللبس كله من تركيا، واحنا ممكن نبدا بدايه بسيطه يعني. تركيا 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 تركيا. ماما ايوه، اللبس ده لو اتجاب من الوكاله يكلف كام؟ بمشانه 300 جنيه. 300 جنيه 300 جنيه خلاص يا ماما نجيبه ونضرب ماركات. ونكو ونكيس وكل شيء يبقى كويس. ايوه كيس ازاي؟ احنا كده بنكيس الزبون. التجاره شطاره، والشطره تغزل برجل حمار. واديني في الطلمان يا اناناس. اناناس اناناس. ايوه بيكي، ايوه طبعا بكره الاوبن دي بتاعي. ايوه يا بنتي ايوه. لا ما جبتش من هنا. لا طبعا انا رحت سافرت، رحت فرنسا ورحت تركيا ورحت لبنان. قصدها تقول انها راحت ميدان لبنان، ميدان لبنان وسوق غزه، وجابت الاكسسوارات من ارض اللواء. عادل بليز ما تفشيش اسرار الشغل بتاعتي. قصدك اسرار النصب يعني؟ انتوا فاكرين ان حد اشتري منكم الهلايل دي؟ اي حبيبتي. لا بصي، لا انا هقول لك، انا جبت الجينز وجبت شوفونير وجوبلان. وجابت عضه الكلب وجابت دمور وجابت لفتة. يا بيكي بليز ما تنسيش تيجي بكره. اوكي يلا حبيبتي، باي باي باي. رانيا بطلوا النصب اللي انتوا بتعملوه ده، هو في حد هيشتري الزباله اللي انتوا شارينها دي اصلا؟ ان شاء الله ربنا هيكرمنا وهنكبر. كبري ايه يا ماما؟ اي كلام بتقوليه وانت واقفه على العربيه كبده. طب خلي بالك بقى عشان الطحينه خلصت. يا جماعه احنا نسينا نحط البرايس ليست بتاعت الحاجات اللي هتتشرب. البرايس ليست؟ بصي يا حماتي، انا رايي انك انت تطوري برضو المشروع بتاع المشروبات ده وتضيفي ليه مشروع تاني بتاع الاكل. يعني مثلا ممكن تجيبي قد 10 ترغيفه عيش فينو مع ربع لانشون مع ربع بسطرمه عشان بقى تكسبي اكتر يعني.
ولا يهمك يا ماجي تموينك عليا انا، واذا كنت تحب ام ميرفت تخش معاكي بالنص انا مستعده اكلمها لك. انا من رايي يا اخوانا بلاش ام ميرفت، لان ام ميرفت مثلا ممكن تخنصر من السكر وتديه لجوزها عشان يبيعه في القهوه. ماشي عادي ماشي، بكره هتزري في الدموع لما تلاقي فلوس بتجري ورانا. يا سلام فلوس بتجري وراكم بتلعب معاكم السغميه واستخبى الفلوس في الخزنه وانت تقعد تدور عليها وتقول فين الجنيه ونص. ايوه 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 تبطل كده على النعمه لغايه ما تزول من وشك. هي فين النعمه يا ماما؟ انتوا لسه بعتوا حاجه. اهلا وسهلا، اتفضلوا نورتوا. اتفضلي يا حبيبتي. ذوقي 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 عصير عصير عصير، عندي ليمون عندي عيش عندي عصير عندي بطاطس عصير عصير. ده ب 120 جنيه، ازاي انت عايز تاخديه ب 100؟ اديني عقلك يعني، هو مكسبه اساسا 10 جنيه بس، عايزاني اخسر؟ يعني ينفعك ان انا اخسر؟ هتستفيدي ايه لما انا اخسر؟ بصي كويس كده على الماتيريال، بصي. اوكي هاتي. كلو 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 عصير عصير عصير. وده بقى نفس ستيل فستان ملكه البرتغال السابقه لانكشير افرودات اللي لبسته في حنه ابنها الصغير جورج. على فكره ما كانتش راضيه انها تجوزه، البت دي كانت عايزه تديه بنت خاله اللي هي الكونتيسه سرايا عبد الرب. مش ممكن، ده هايل. هي كانت ماسكه انهي ولايه؟ كانت ماسكه ولايه الكيت كات. هو ده شيء خالص، انا اشتريته خلاص. ده ب 500 جنيه. اوكي. شيبس 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 عصير عصير شاي كشري شاي فتله شاي مخرز. ادفع كتير تكسب قليل، مين عايز بسكوت؟ مين عايز عصير؟ مين عايز شيبس؟ مين عايز شاي؟ مين عايز عصير؟ مين عايز عصير؟ بصي بقى دي بيجامة الملكة فرفورة اللي كانت بتلبسها في أوضة نومها. واو فانتاستيك. دي أما كانت قاعدة بقى في بيت الطالبات اللي في هولندا اللي عند المفارق. أوه فرفورة. وحضرتك كمان الفرشة اللي هنا دي هتلاقي البنطلون الاستريتش اللي كانت بتلبسه الأميرة نيستو لما كانت بتحضر الفرح بتاع ابن خالتها اللي هو الأمير رومي الخامس. أوه أنا شو سمعت الاسم ده قبل كده؟ أكيد طبعا سمعتيه في أي سوبر ماركت، نيستو رومي. نعادي لو سمحت ما بغزيش الشغل بتاعي. معايا جبنة نيستو، معايا جبنة رومي، معايا بطيخ، معايا كل حاجات. الله الله يا مدام الله، بدا ستومك ما حصلش، بدا ستومك ما حصلش. يا اف اف على جماله، بصي ماسك بالظبط. يا نهار ابيض حاجه منك حته. بس مش شايفاه ضيق نمره؟ هو ضيق نمره فعلا لو حضرتك هتلبسيه في دماغك. يعني حضرتك مين؟ لا مفيش حضرتك، ده انا معدي اهو في الشارع بالصدفه. يعني هو ده مش شارع عادل سعيد ولا ايه؟ معانا بطيخ، معانا كوسه، معانا قار، معانا بسكوت. لا يا ست متشكرين، معكيش فسيخ، انا هخش اريح شويه بقى. مش تقولوا ان انتوا حولتوا الاوضه دي لبروفا؟ جايبين كلب هنا في البيت وانا اصرف عليك ولا على الكلب؟ جايبين كلب اعمل بيه ايه؟ العب يعادل معاه شويه يا عادل. ده لعبه. سلام. ادي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 5006. على فكره انتوا فاهمين الغنى غلط خالص، يعني لابسين شتوي على صيفي لاربع مواسم مع برانيت، شايفين شمس ماشيه في الشقه هنا. وصاحب القش لذيذ يا حبيبي. مش احسن ما ابقى مفلس؟ انتي انا ليا مع حضرتك فلوس قد ايه؟ 3000 جنيه يا حبيبتي. او نو، بس ارجوكي يا رانيا ما تتخضيش، ما تغضبيش، ما تزعليش. هنعمل ايه النهارده؟ اشتغلنا ساعتين بس وباقي اليوم قضيناه في الجرد. يا جماعه انا جعان انا جعان، سيبوكوا بقى من عد الفلوس والكلام الفارغ ده، ما حدش هيحضر لي عشاء ولا ايه؟
ايدي دون ايدي دون عشا ازاي؟ لا يمكن. اسمع، لا لا رانيا بليز حبيبتي قومي اعملي له لقماتوس عشان ياكل. لقماتوس ايه؟ وانا بتاع لقماتوس؟ انا عايز اكل رز، عايز اكل خضار، عايز اكل لغوصه ولحمه وسلطه ومخلل بلدي. انت متاكد ان هو ده طلبك بس؟ هو ده طلبي، هو ده يبقى يعتبر بس. ايوه يعني هيجيله بكام يعني؟ ما اعرفش هو ايه اللي يجيله بكام. انتي من فضلك اديله 100 جنيه علشان يخلصنا من الموضوع ده ويبطل يوجع دماغنا. اف يا سلام، 100 جنيه اعمل بيها ايه؟ احطها في نص رغيف واكلها. اوكي نونو جيب لي الفون بليز. اوكي هاني جست مومنت. اتفضلي. Thank you baby, thank you. 21145. الو مطعم عصفورة الجنة؟ عصفورة ايه وانا هاكل عصافير؟ ده انت لو جبت عش عصافير يقعد يصوصف في بطني وخلاص مش هشبع. الو بليز حبيبتي منسي ربنا يخليكي، من فضلك عايزة 4 زوج حمام شق لبازات و4 جوز حمام داجل. من فضلك هاتيلي شاورمة فراخ باللحمة. اوكي شاورمة فلاخ، يا سلام. ده فاضل بقى حبة حبة يا ماما الاقيكي واقفة عند مكنة اكسبريسو. وانا اكل ايه؟ اكل ايه؟ اكل بقول لك ايه، اطلبي لي فخدتين متبلين بالتومة. فخدتين بالتومة برضو الواطي هيفضل واطي. تموت انت بقى في الحلويات وفي الكرشة وفي الفشة والحاجات دي. بيبي اطلبي لي من فضلك واحد لانجوست مشوي مع صوص دي بور. لانجوس مشوي؟ لانجوس بصوص دي بور بكام؟ ب1000 جنيه بس. توتال يعني كام؟ 1500. اوكي حبيبتي بليز ما تتاخريش. ثانك يو بيبي، باي باي. ميرسي يا قلبي. ويز ماي بليجر. ايه ده انتوا طلبتوا الاكل وما طلبتوش حلو؟ انا متعود اما اكل لازم احل، فين الحلو؟ اجيب لك التليفون ماي ديار. لا حياتي ميرسي، هكلم بالموبايل بتاعي. غايته. الو هاي، محلات الحلو يا حب الحلو اللي صاحبها محمد الحان. اي بعت لنا اغنيه خفيفه كده عشان الواحد بقى ايه ما يتقلش. حبيبتي من فضلك، لا كل اللي عندكم. كل ده هناكله يا حبيبتي، لو مش اكلناهوش انا هبيعه وهكسب منه فلوسات كتير. تبيعي ايه وتكسبي ايه وتقسمه ايه؟ يا جماعه الطلبات اللي انتوا طالبينها دي طلبات مبالغ فيها جدا، مفروض ان انا اللي ادفع يعني، فدي حاجات كتيره قوي. فعادل حبيبي قلبي ما تقلقش نفسك، ما حدش طلب منك تدفع، احنا هندفع. تدفعوا ايه؟ انا راجل البيت، انا المفروض ادفع. هو انت معك فلوس؟ لا خلاص، يبقى سيبنا احنا نعمل التصرفات دي، ملناش دعوه بيك. تصرفاتي يعني، ما هو مفروض ان الراجل البيت هو اللي بيدفع وانتوا ما ينفعش ادفع. بيبي بيبي يعني انت لو جه الاكل مش هتاكل؟ ها انت هتعمل فيها 7 رجاله ببعض واكل وبحلاها، ما تدفع وخلاص. يا دولا خد امسك السندوتش الطعميه ده، انت ما اكلتش من الصبح. والله يا رمزي انا ما اكلتش فعلا. بكام السندوتش ده يا عم؟ حاجه عبيطه. خلي ايه اللي خلي؟ انت هتبقشش عليا تصرف عليا هاد ولا ايه؟ ايه دوله واحد يا عم. واحد يا عم؟ الله الله الله، هو كل واحد هيعمل لي فيها نزيه النهارده ولا ايه؟ خلاص يا عمنا، بص السندوتش الطعميه ب 13 جنيه ونص. حرامي وغبي، في سندوتش طعميه ب 13 ونص؟ يلا انت بتستهبل. ايه دوله مالك يا عم؟ مالك كده يعني دلوقتي؟ انا سرقك برضو زعلان، برضو اعزمك برضك زعلان. لا طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ فين بقى دوله؟ فين ايام زمان كده؟ هو دوله لما كان يقول لي قشطه، يلا رمزي اقول له قشطه. فينك يا دوله؟ تزعق لي ما ازعلش، تضربني ما ازعلش. كسرت يا رمزي كسرت. اكيد وقعت من عرف. كاني وقعت من عرف، اتركنت عرف يا رمزي، ما بقاش ليا كلمه في البيت. طب وايه اللي زعل دول؟ طب ما هو انا عندك اهون، عمري ما كان ليا كلمه في اي حته في الدنيا ولا ليا لازمه كمان، ومع ذلك انا مش واخدها بحساسيه. يا ابني افهم يا ابني، الستات اللي عندي في البيت القرش جري في ايديهم وما بقتش قادر احكمهم. اسمع دوله،
أنا أمي لما اشترت البقرة صبوحة والعملية جلت في إيديها بقى لبن وجبنة قريش وشاورما. شاورما؟ كانت بتاخد شاورما من البقرة وهي صحي؟ يا نهار أبيض، وأنا عمالة أقول الذكاوة اللي عندك دي جايبها منين؟ من أمك. لولا لو سمحت بقى، لو عايز تفهم اسمع، لو مش عايز تفهم اسمع. آسف جدا، أنا آسف جدا إن أنا قطعت حضرتك يعني وحضرتك بتنصحني، أنا آسف. اتفضل حضرتك سمعني. أنا بقى أبويا كان تاجر كبريت قد الدنيا. هو عمي على اساس ان انا ما اعرفش مين يعني، كان ايه عنده مصنع كبريت ولا ايه؟ لا يا دولا، كان عنده بقى قرصتين كبريت واقف بيهم كده بس. ايه القرصه فيها 12 علبه كبريت. ما شاء الله، ده انت غني بقى. وانت طبعا كطفل كنت بتلعب بقى بالثروه بتاعت ابوك بالكبريت طول الوقت بتلعب، ما انت ابنه البكري لهبل. انا بقى دولا كنت بقوم شاطط عود الكبريت كده واقوم رميه في ودن البقره صبوحه. اه عشان تستوي وتنزل الشاورما مستويه امك تقطع منها وتبيع للشباب المنحرف في القريه، صح؟ دولا لو سمحت، عايز تستفيد مني اسمع. انا اسف، انا اسف، بقطع حضرتك تاني، انا اسف. اتفضل قول. انا بقى ابويا بقى لما لقى ان امي اختنت وكده هون يعني ايه، مسكتش وقرر يحاربها، فقام اشترى لها بقى. اشترى لها بقره طبعا. لا يا دولا، اشترى لها سم وقام مسمم لها البقره بتاعتها، ورجعوا بقى الاتنين فقره تاني، وانا اتلطمت بقى وجيت لك هنا اهو. اه يعني انت عايزنا نستفيد من الروايه بتاعتك دي كلها ان انا اسم لهم الفساتين يعني؟ يا دولا مش لازما يعني تسم لهم، يعني انت ممكن تشتري لهم سكينه. سكينه؟ بص، برغم غبائك طبعا اللي انت اكيد متاكد منه يعني، وبرغم كل اللي انت بتقوله، بس انا ممكن استفيد بحاجه، ان لا يفل البقره الا الجاموسه. خش يا انت وهو انا. خش يا ريس. خش يا بتاع هنا انا. خش يا ريس. خش افرش هنا يلا. خش يا ريس. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاوبن داي بتاعنا؟ من حقنا نعمل اوبن داي، كل واحد في اوبن دايو. يعني مش الاسلوب ده يا عادل بقى؟ الله بقى، هو ده الاسلوب، والبضاعه موجوده وعلى ايدينا اهو. يلا يا زباين، باتنين ونص تعالى بص. باتنين ونص تعالى بص. اي مشروب، اي مشروب بخمسة وتلاتين قرشة، ولا استغلال الستات ولا الكافيهات. انت يا جربوعات، انت تعالى هنا. بص بقى، انت تاخد العصير بتاعي بخمسين قرش وانت تبيعه بخمسة وتلاتين قرش، والرخيص ثمنه فيه، وانت هتكسب فلوس ادي كده اهو. امسك. والنبي شو بتقول ايه؟ باتنين ونص تعالى بص. باتنين وبس، وخليها تخرب. يلا يا مدام، يلا يا هانم، يلا يا مدام فستان الهام، يلا يا بيبة تنمى. ايه ولا استغلال جامعة الدول ولا الشهاب؟ قربوا يا شباب. باتنين ونص تعالى بص. فرش الدولة اسعارها مش معقولة، باضي حريمي بتلاتة ونص. عادل قرب يا مدام، قرب يا استاذ، قرب يا بيه. معانا سبوره، انما ايه سل الاموره معانا. اتفضلي يا مدام، اتفضلي. ومعايا فلايه. ايه ده؟ بكام دي؟ عشان خاطرك ب 15 جنيه، عشان خاطر عيون حضرتك بس. ده انا لسه شايفاها عند ابو دولا ب 12 بس. تعالي 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 دوقي. دي شايطه ودايبه وبتاعت غسله واحده اللي عندي دولت. لا 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 لا، بتاعت غسله واحده ايه؟ ما انا لابس منها اهو، وبتتغسل كل يوم بالمرتين وبالثلاثه، ولا بتبوظ ولا اي حاجه. باتنين ونص تعالى بص. يا عادل ده مش اسلوب يا عادل للبيع والشراء، يعني ده مش شرف المهنه يا عادل. يا واطي يا عادل، يا واطي. هنحدد بعض ولا ايه؟ يا واطي. لا لا لا، التجاره شطاره، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني، واللي حصلني كسرني. تعال قرب قرب يا مدام. باتنين ونص قربوا يا اخوانا. طلع يا عادل البضاعه. ايه يا معلم؟ طلع يلا. قرب يا تيزا، البضاعه على الترابيزه. بقول لك ايه يا استاذ، مش عندك قلاصين اطفال؟ قلاصين؟ انت يا قلاصين الاطفال من عندك ولا؟ عينيا يا دولا. يا ريس دولا، يا ريس دولا. هلا حمو الريس. عاملين بكام النهارده؟ هلا كله على بعضه ب 4000. 4000؟ ايوه يا ريس. صدريهم ياد عشان ما نتحسدش. هلا يا انتي، عاملين بكام النهارده يا انتي؟ 200 جنيه. واحنا عاملين في البوفيه كام واحده فتله؟ 300 جنيه. قشطه. عسل.
وانتي عملتي كام يا خيبتها؟ 25 قروش. 25 قرش؟ ليه؟ واحد طلبت كوبايه ميه ولا ايه؟ عموما اللي كسب من بنت عمه يتجوز بنت خالته عشان تتردحوا شويه. انا ممكن اخد منكم البضاعه كلها ويعني اراضيكم قرشين. احنا هنحافظ على الفرشه دي لحد اخر شراب في البضاعه. الله اكبر، ايه الروح القتاليه دي انا اللي انا شايفها؟ انت بتحرق اسعار يا عادل. الريس دوله. ايوه انتوا ما حرقتوا دمي، احرق لكم شويه اسعار. وبتشغل الاغاني السوقيه علشان تعمل دعايه لنفسك يا عادل. الريس دوله. ايوه انا ما دعيت عليكم والحمد لله ربنا استجاب. ماشي يا عادل، والبادي اظلم واللي حصلني يكسرني. باتنين ونص نص نص. تعالى بص. ايوه باتنين ونص نص نص. تعالى بص. قرب 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 يا متغرب، تعالى دور وقرب بجنيه ونص. ويلا يا تنت هنبيع بالقسط، ويلا يا عم وهات شميس لحمار. الله يا دعم بضاعه هلا يا عم. احنا صوتنا اتنبح بقى دولة. بقى صوتك اتنبح يا هلا، انا جايب كلاب معاك. ما تنادي يا دعم بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه ونص. بجنيه ونص. وتعالى بص. وتعالى بص. بجنيه وبس. ايوه بجنيه وبس. بس بس بجنيه وبس. وبنص جنيه. ايوه وبنص جنيه. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومقطوع. وبربع جنيه ومخروم. وبربع جنيه ومخروم. سمع هص 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 بقى انتي وهي ايه. انا مندوب رئيس الحي تمام، وانتم معمول لكم محضر اشغال طريق. واشغال طريق سيادتك يعني ما فيهوش هزار تمام. وهنصادر البضاعه. ايه رايك؟ هنصادر البضاعه. وانا بقى لم الفرش. يا لم الفرش يلا. وانا بقى فاكرين انتوا نايمين على ودني، بس انا مش نايم على ودني، انا صاحي قوي، صاحي لكم قوي قوي جدا خالص تمام. بيبي ما قلتليش عملت ايه في رحله اسكندريه اللي قلتلك عليها امبارح؟ بالنسبه لرحله اسكندريه انا لغيتها ولغيت كل الرحلات. لغيتها من نفسك كده؟ وانت ازاي تلغيها من غير ما تاخد رايي؟ واخد رايك ليه؟ ده قرار انا خدته وخلاص يعني، عادي جدا. يعني ايه يا ابي؟ هو احنا خلاص يعني مش هنصيف السنه دي؟ يا سلام حوش حوش، اللي يسمع كده يقول البت مقطعه البلاجات يعني. برضو حضرتك ما جاوبتنيش، انا مش فاهمه ازاي تاخد قرار انك تلغي الرحله من غير ما ترجع لي وتاخد رايي. قرار خدت قرار، اول حاجه ان انا خدت قرار بنفسي، ثانيا لان انا راجل البيت فانا الوحيد اللي بياخد قرارات، وضع طبيعي يعني. يا سلام يا خيف، انت بتتريق ولا ايه؟ من غير ما اتريق، ما ده وضع طبيعي. بتريق ماشي بتريق. تصدق ان انا متفاجئه دلوقتي؟ انا فعلا كنت متخيل ان انت راجل متحضر ومثقف. ولقيتيني ايه بقى؟ رجل من العصر الحجري؟ طبعا، لما تاخد قرار لوحدك من غير ما ترجع ليه سيده المنزل يبقى انت رجل ديكتاتور. تور ايه؟ بصي يا رانيا بطلي تنطحي في كلامك لو سمحتي. انا لو بنطح في كلامي يا صاحب القرارات اللي بتاخدها لوحدك. قراراتي باخدها لوحدي زي ريموت التلفزيون ده، ما هو في ايدي بحول بيه التلفزيون زي ما انا عايز، احول البيت كله زي ما انا عايز لان انا راجل بيت. عادل على فكره انت كده بتهرب من المواجهه. يا بنتي يا حبيبتي يا ناموسه، انت من حقه يهرب من السجن اللي هو عايش فيه. وبعدين مواجهه اللي انا بهرب منها يا هانم؟ انت عارف بقى، انا عارف ان انت لو متحضر ومثقف زي ما انت بتدعي يا رجل المنزل، واجهني واجهني زي ما بيحصل في الدول الاوروبيه المتقدمه. اواجهك ايه في الدول الاوروبيه؟ بيعملوا ايه يعني؟ اواجهك ان نروح فرنسا نقعد نتكلم؟ يا ربي انا ببذل مجهود فظيع ان انا اشرح لك كل الوقت كل حاجه، ان انا شخص مثقف طبعا. يعني في الدول الاوروبيه المتقدمه يا حبيبي يعملوا انتخابات، يعني بيختاروا اللي يتكلم عنهم بالنيابه عنهم في المنزل بالانتخابات، بيختاروه هو اللي بيبقى مسؤول عنهم. لا الكلام ده بيعملوه في اوروبا لان اوروبا اساسا ما فيش راجل يحكمها زي يعني. انت فاكر نفسك السيد ولا ايه؟ انا عايزاك تعترف وتقول كده ان انت قلقان تقف قدامي في الانتخابات. انا خايف ان انا اقف قدامي. يا نهار اسود يا بنتي، انا واثق من نفسي تماما، انا خايف عليكي ان انت لو خسرت في الانتخابات هتتصدمي. لا وحياه ربنا ما تخاف قوي يا نهار اسود. لا خالص يا عادل خالص، بص انا عايز اقول لك حاجه، انت ما تخش قدامي في الانتخابات انا هثبت لك ان انا اعرف ابقى صاحبه قرار في هذا المنزل المجيد. لو عمل كده يبقى ديمقراطي، الا بقى اذا كان خايف ومش واثق من نفسه. لا خايف، بقول لكم ايه، ما تكبروهاش في دماغي وهتخلوني ادخل الانتخابات. انت طول عمرك كبير يا حبيبي.
قول عايز ميعاد الانتخابات امتى؟ اي ميعاد انا ما تفرقش معايا خلاص انا داخل الانتخابات داخل الانتخابات. اوكي هنخش الانتخابات بعد 3 ايام يا عادل. ماشي بعد 3 ايام واحضر الحمله الدعائيه بتاعتي وهتتبهدلي هتتبهدلي يا رانيا. طيب المعركه هتبقى هنا في البيت وكل واحد في البيت هو يكتب اللي هينتخبه في ورقه ونجيب اي حد يفرز الاصوات. مين اللي هيفرز الاصوات؟ احنا عايزين طرف محايد بس يا ترى مين؟ رمزي ابن عمك اهو مننا وعلينا. ايوه صح يا ماما انا هجيب رمزي هو اللي يفرز الاصوات وبالمره يمسك لي الحمله الدعائيه بتاعتي. وانا ما عنديش مانع. انت متخيله ان انت ممكن تكسبي يا رانيا ولا ايه؟ يا حبيبي بلا فخر انا متاكده مش متخيله. والله عشنا وشفنا الستات ضد جوازهم في الانتخابات. يا انتي هذه هي الديمقراطيه اللي كل اوروبا بتعمل على هذا المنهج. يا دي اوروبا يا دي أوروبا. خلاص اوروبا دي القطه كلت عيالها القوالب نامت والانصاص قامت. ماشي انا هثبت لك ان انا رئيس مجلس اداره البيت ده بالطريقه الاوروبيه والافريقيه والافرو اسيويه. كتاب حياتي ما شفت زي الفرح فيك. ايه اللي انت عامله ده يا يالا؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ايه اللي انت مشغله؟ يعني الزبون بدل ما يخش يشتري يخش يعيط؟ يا دولا بقى الاغنيه دي انا دولا اثرت فيا قوي يا دولا كتاب حياتي ده ولا دولا دي اغنيه جديده وحلوه قوي انا حاسس ان هي معموله علشاني. هي ايه اللي معموله عشانك؟ وبعدين الاغنيه دي مش جديده، الاغنيه دي من قبل ما تتولد يا ابني، وفين هي حياتك دي اللي عاملين لها اغنيه؟ على فكره بقى دولا انا قصه حياتي دي بقى تنفع فيلم. تنفع فيلم اسمه غباء في غباء. دولا ايه رايك طب ما نخليه غباء ودماء علشان يبقى فيه رعب وجمهور كده. طب ما ايه رايك نسميه دماء في البازار واقوم اشلفطك دلوقتي. انا اسف يا دولا انا اسف. وفين كتاب حياتك اللي انت عمال تعيط عشانه ده؟ فن الزراعه القمح ايه كان نفسك تطلع بليله يالا تعال عايز. يخرب بيتك الممسحة اللي احنا بننظف فيها الارض بتبوظها بالدموع بتاعتك. انا اسف يا دولا انا اسف. هي انا دولا عايزني في ايه بقى يا عم؟ شكلك كده يا عم معاك منتج وعاملها لي مفاجأة صح يا دولا؟ انت مش محتاج منتج يا رمزي انت محتاج ملجأ يا ابني. انا عايزك في حاجة تانية خالص. عايزني في حاجة تانية؟ يبقى اكيد مثلا عايز تشترك معايا في بطولة الفيلم. ماشي افكر يا دولا افكر. تفكر في ايه بس يا عم رمزي اباظة؟ بطولة فيلم ايه يا ابني؟ لا انا عايزك في موضوع يخصني انا. ايه يا دولا؟ انا رمزي داخل الانتخابات وعايزك تقف معايا. طب يا دولا مرشح نفسنا كمان يا دولا يمكن. يمكن ايه ترشح نفسك فين يالا؟ هو في حد عارفك غيري؟ وبعدين دي مش انتخابات انتخابات لا دي انتخابات عائليه. اللي هيفوز بيني وبين رانيا هو بقى هيبقى صاحب القرار في البيت. الله يا دولا الله انا بموت بقى في جو الانتخابات يا دولا. وعايزك بقى يا رمزي تبقى انت اللي هتتولى الحمله الدعائيه بتاعتي. انا الله وانتخبوا مين دولا وحبيبكم مين دولا انتخبوا مين دولا وحبيبكم مين. يا فرحتك فيا يا رانيا يا فرحتك فيا. وهعمل لك بقى يا معلم زفه بقى في الشقه كده زفه بلدي كده عشان زفتي يا زفتي ولا اتجوز. بقول لك انتخابات انت لا يعتمد عليك ابدا. انتخابات يالا انتخابات زفت ايه؟ طيب انا اعمل ايه يعني؟ احنا عايزين نعمل خطه محكمه نسيطر بيها على اصوات البيت كله يالا. ايه رايك يا دولا بقى احنا نعمل سطو مسلح ونقفل الصناديق بتاعت الانتخابات او نرميها في النيل؟ يا ده احنا طالعين نسطو على بنك يالا. لا نسيطر على الاصوات اللي موجوده في البيت يعني نخليهم كلهم يميلوا ليا وخصوصا اصوات امها واختها الرخمه دي. ايوه دولا انت بص تعمل زي النايب بتاع بلدنا دولا تقول لهم انا لا ان انا يعني لو نجحت في الانتخابات دي يعني هعمل لكم عمره. عمره؟ والراجل النايب بتاعكوا ده كان بيطلع الناس عمره فعلا؟ لا يا دولا كان هو بيحج لوحده وبعدين بيرجع بقى يقول لنا انا دعيت لكم هناك وانا في الحج وكتبت لكم حجه. لا 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 ما ينفعش معاهم الكلام ده الناس دول مكرين يالا. طب يا دولا انت تهددهم يا دولا انك لو ما نجحتش في الانتخابات دي بقى هتزعل منهم وعرفهم ان زعلك ده وحش ومش طايقهم يعني. ايه 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 تفكير العصابات ده يا ابني ما اقتلهم احسن. لا 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 ولا رمزي انت افشل مدير دعايه يمسك الانتخابات. يا دولا والله العظيم انا عايز مصلحتك يا دولا. انت عايز مصلحه السجون يا هلا. طيب قول لي بس هنعمل ايه بقى؟ بص احنا نوزع هدايا نقول كلام حلو مش بالمطوه يالا ونضربهم. انت في عرسه في بقك ولا ايه؟ الله يا دولا الله على الدماغ الكبيره يا دولا. هي دي الانتخابات يا دولا. المهم دلوقتي
عرفت هنعمل ايه بالظبط؟ لا يا دولا، بس مش ده كله المهم. يعني المهم بقى امتى الانتخابات يا دولا؟ انا سخنت خلاص. الانتخابات كمان يومين يلا رمزي، وبعدين انت كمان اللي هتفرز الاصوات وتعلن الفايز اللي هيكون انا طبعا. وكمان هفرز اصوات؟ لا 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 لا، بلاش بلاش تفرز الاصوات. لا يا دولا، يعني لا انا فرحان، يعني ايه الثقه دي يا دولا؟ والله إس انا بصراحه دولا انا بشكرك بشكرك بشكرك. يعني كل ما في الموضوع ان احنا مش لاقيين حد يفرز الاصوات غيرك يا سيدي. يا دولا ده انا بقى ابو الرماميز هعمل لك شويه دعايه لوز. اهم حاجه بقى في الدعايه يا رمزي انك انت تعمل شويه يوفط تزغلل العين. يلا تزغلل العين. اه اطمن يا دولا، هعمل لك بقى على كل يافطه مرايه. فرحتك فيا يا رمزي، فرحتك فيا. عادل جوزي وانا عارفاه، لازم نبقى قد التحدي، عشان كده لازم نعمل خطه تنفيذيه رائعه عشان نكسب الانتخابات. يا حبيبتي انت دلوقتي عندك مشكلتين، او بمعنى اصح عندك مصيبتين، ام القرشانه واخت ام لسان قد كده. برافو عليكي يا نوجه انك قريتيها، عشان كده لو كسبنا اصواتهم اكيد هكسب الانتخابات. مش هتقدري يا حبيبتي، دول ان دول بونيش، دول حاجه بيئه، حاجه عره كده، ما اعتقدش انك هتقدري. معلش يا مامي، انا هعرف اتحمل واقرص نفسي واتعامل معاهم عشان خاطري تحملي انت كمان. ولعلمك انا عندي حته فكره صايعه موت. الواد الزفت المهبهب على عينه اللي شغال عنده في البازار رمزي عامل مدير اعماله، انا بقى هخليه يبقى مدير اعمالي ويعمل لي دعايه فجره علشان يعرف ان الناس اللي مشغلهم دول مقرفين وبيبيعوه في لحظه. برافو عليكي، دي بقى فعلا تفكيريشن في الليجن، يعني مجهنمه فعلا. يعني انا هروح اكلمه بعد شويه بقى علشان اقول له اعمل لي دعايه، ياي بقى حاجه فظيعه موت يعني. بص يا ستي، وانا كمان عشان خاطرك انت بس هحاول استحمل ام واخته دول لحد ما تنجحي في الانتخابات. وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه يا يويو. ربنا يخليك، ده انا هظبطكوا تظبيط مش قادره اقول لك. انا قايمه دلوقتي هروح اقعد بقى، ايه اصل امه واخته بره، فهحاول بقى اثبتهم واسايسهم وكده يعني. بليز يا مامي هاتي شوكليت انت ونوجا وتعالي نثبتهم مع بعض، كلنا نقعد نثبت بعض. يلا وزارة فيهم الشوكولاته دي، هم مضروبه كانوا حياتهم خالص. زباله زباله زباله. جيتوا؟ طبعا يا جماعه احنا ستات زي بعض يعني، والصح ان احنا نقعد جنب بعض في الانتخابات على اساس ان احنا نمشي راينا في البيت ويبقى راي نسائي بحت. اتفضلي يا انعام، شوكولاته عمر ما بقك ذقها في حياتك، لا انتي ولا سناء ولا في الاحلامات. تستاهل بقكوا. قرصين يا بنتي، احنا في حلم ولا في علم؟ لا في علم يا ماما. كملي يا رانيا كملي. يا جماعه انا عندي برنامج انتخابي مبهر وتحفه، ولعلمكم هيحقق العدل والمساواه الفكريه النسائيه. الفكريه دي واحده قريبتكم؟ بنيش بنيش عقول. يا حبيبتي يا انعام، يعني فكريه ان كل واحد هيفكر بدماغاته لوحده ويبقى هو اللي بيختار بحريته. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سونسون يا حبيبتي؟ سونسون؟ هي وصلت لدرجة سونسون؟ ده احنا نعمل انتخابات كل شهر بقى. وحشتوني جميعا يا اسرتي العزيزه. انت كمان وحشتنا يا حبيبي، لكن ايه ده كله؟ والله انا قلت بدل ما ادخل وايديا فاضيه وانا جاي من البازار كده اجيب لكل واحده فيكم هديه. خد يا حماتي، خد يا نجم. سلام، ده انت عمرك ما عملتها، اول مره تعملها يعني، فك كيسك. مش اخر مره، خلي بالك كل يوم من ده. تعيش وتجيب يا حبيبي. اهدي المجايب ولا بلاش؟ مش شوكولاته وبرنامج انتخابي. بالنسبه لماما وبالنسبه لحماتي العزيزه، اوعدكم السنه دي ان شاء الله هطلعكم عمره. عمره منين ان شاء الله؟ انت لقيت اكل يا ابني. ربنا يخليك يا حبيبي، وانا هناك هدعي لك والله. وانا كمان هدعي لك وهجيب لك بخور. بالنسبه ربنا يخليكي، بالنسبه لك انت بقى يا سناء، انا هدفع لك مقدم عربيه جديده وانت تدفع لي اقساط بعد كده للبنك. ده حلم حياتي يا عادل، حلم حياتي ان يبقى عندي عربيه. انت يا بنتي انت هتصدقيه يا بنتي؟ ده معوش فلوس تجيب لك عربيه فول حتى. هجيب لها عربيه فول اوتوماتيك. بالنسبه لك انت كمان بقى يا نجلاء، هتطلعي رحلات مثلا 3 4 رحلات كل شهر، بالاضافه ان مصروفك هزوده زياده مبالغ فيها. اسمع كلامك اصدقك، اشوف مصروفك استعجل. خلاص ضحك عليكوا صدقتوا وريلتوا يا بنتي. يا سناء الحياه مش فلوس وبس يا سناء. فعلا فلوس وعربيه. فول اوتوماتيك فول اوتوماتيك. رانيا رانيا رانيا، ما
تسمعك تسمعك. الو الو الو، فراشة الحاج رمزي تقدم الان بداية التجارب، ولما هنقول انتخبوا مين هتنتخبوا طبعا دولا. دولا رجل البيت ورجل البازار، الرجل الشهم، الرجل الشهم دولا حبيبي. قسمت. ولما هنقول رانيا يعني الجمال يعني الشهامة يعني الست لما تبقى بمية راجل. انتخبوا رانيا. رانيا 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 رانيا. يا ابني اخلص يا ابني اخلص يا ابني، روح لم بسرعة الأصوات اتكل على الله. ماشي يا دولا خد. أنا واثق من الانتخابات واثق من كل حاجة، اتكل انت على الله. دلوقتي يا جماعه انا ريحت ضميري، ريحوا بقى ضميركم انتوا كمان. يلا ريحت ضميرك ايه يا ابو وشين؟ انت عندك ضمير؟ انت مع مين فيهم يا نؤنو؟ انا مع اللي يكسب طبعا، انا بشجع اللعبه الحلوه يا حبيبه قلبي. بس عليك اتفضل. يا ترى يا ترى احنا عملنا اللي علينا رانيا. رانيا دولا رانيا دولا والان 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 نبدا في فرز الاصوات. ايوه يا رانيا يا ابني، من غير ما تفرز اصوات ولا حاجه يا ابني، انتوا كلكم واهمين، انا كده كده كسبان، افرز يعني افرز. الورقه الاولى، انا شايف في عينيكم الدهشه والانتظار. الورقه الاولى مكتوب فيها عادل. اشكركم يا جماعه على ثقتكم الكبيره دي، وده طبعا كان منتظر، وده يعتبر اول شعاع من اشعه شمس النجاح. ودلوقتي يبقى 1-0 النتيجه، 1-0. هنفرز الورقه الثانيه، يا ترى يا هل ترى يا هل ترى. رانيا. انا قلت لكم انا قلت لكم انا قلت لكم شمس النجاح فلسعت يا عادل، والسما بتمطر جحيم. لسه بقيت الانتخابات ولسه بقيت الاصوات. افرز يا رب. دلوقتي يا جماعه ما تنسوش النتيجه 1-1. اخلص. 1-1. ودلوقتي هيبقى 2-1. يا ترى لمين يا ترى لمين؟ لعادل. عادي عادي 2-1. عادي عادي 2-1. مين يا ابني؟ لسه في ورقة ناقصة، انت حتى فوت يعني. يعني من غير ما يبص في الورقة معروفة النتيجة. يا جماعة الأمل لازم يبقى معانا طول الحياة، الأمل هو اللي ادى صوته لرانيا. رانيا رانيا رانيا. بس كده 2-2 كده 2-2 هنعمل ايه دلوقتي؟ كده 2-2 مش عارف، ومفيش ورق جوه مش عارف ليه. ده عادل ده ظلم، ده لا ما ينفعش. يا جماعه احنا كده مفيش قدامنا غير ان احنا نعمل ضربات جزاء، وطبعا لو عملنا ضربات جزاء عم منصب اللي هيقف ممكن هينصفها هي بكوسه. هتعمل ايه يا فالح يا شاطر يا عدل؟ لعلمك هدانا ما برجعش. ما انت ما عندكيش مشكله يا سناء. يا اخوانا يا اخوانا، احنا لو عملنا الانتخابات دي 100,000 مره النتيجه هتطلع هي هي، عشان واضح جدا ان كل واحد بينتخب اللي بيخصه. ماشي ماشي، ما دام كل واحد بينتخب اللي يخصه، هاتيلي بقى الساعه اللي انا اديتها لك يا حماد. لا جميع يا بابا لا، وبعدين البت سناء دي قالت ان مفيش اي هدايا هترجع. وبعدين بقى في الاهم من كل الحاجات دي، اهم صوت، اهم صوت في البيت. ايه هو بقى ان شاء الله؟ ياسمين. انتوا ناسين ياسمين؟ ياسمين دي اهم صوت موجود في البيت، وهي اللي هتقرر مين فيهم اللي هيكسب. ايه رايك يا ياسمين جميله في الهدايا الكتيره جدا اللي باباكي جابها لك؟ حلوة قوي يا بابا، ميرسي. بس بصراحة يا بابا انت أول مرة تعملها معايا وتجيب لي اللعبة دي كلها. يا حبيبتي عشان النهاردة عيد الطفل. ربنا يخلي لك بابا يا حبيبتي. بقول لك ايه، اسمعي كلام بابا. لا 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 لا، ياسمين دي جميلة وشاطرة جدا وأمورة جدا وبتسمع كلام باباها جدا، ولما سمعتش بالذوق هتسمع بالعافية. بابا أنا مش فاهمة حاجة. بصي يا حبيبتي أنا أفهمك، عارفة عمو رمزي الغبي؟ طبعا. عمو رمزي الغبي ده بقى هيجيب لك ورق كده هو صغير كده هو، عشان تكتبي عليه حاجة. هتكتبي بابا، اوعي تكتبي ماما، بابا مش ماما. هتكتبي ايه؟ بابا مش ماما. لا ما تكتبيش مش ماما، اكتبي بابا بس. حاضر يا بابا، هكتب
بابا بس. شفتي شفتي مامي جابت لك حاجات جامده جدا موت، هدوم تحفه كلها ليكي. ميرسي يا مامي، ربنا يخليكي ليا انتي وبابا. بصي بابا جاب لي لعب حلوه ازاي، بصي العروسه والحاجات والمسدس، بصي المسدس ده. من ايه اسمك الهبل اللي انتي بتجيبي؟ جيبي اللعب دي، الهدوم اللي انا جايبه لك. ايه ده ايه ده، جايب لك مسدس؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك تطلعي مجرمه وقتلت قطه؟ ايه العبط ده؟ ارمي يا شيخه في الزباله، بلاش قرف. بصي يا ماما، اللعب حلوة وعجباني، الا اذا بقى لو كنت عايزه تاخديهم. لا يا حبيبتي مامي، قصدها ان في فرق كبير قوي ما بينها وما بين بابي. بابي جايب لك شويه لعب ولعب خرده، انما مامي بقى الحلوه دي جايبه لك لبس، ولبس من الغالي كمان. ايه يا حبيبتي بقى، مش معقول ياسمين فهمانانا كل الحاجات دي وعارفه كويس قوي الفرق بين اللعب البلاستيك السكه دي والفساتين الحلوه الكميله اللي هتديني قمر بيها؟ بصي يا ماما، انا اعرف ان اللعب حلوه واللبس حلو. طب بصي يا قطه، بس انت بتحبي مامي حبيبه قلبك وبتسمعي كلامي واللي اقول لك عليه تعملي. انت عارفه عمو رمزي؟ عمو رمزي الغبي الزفت. عمو رمزي اشتهر ولا ايه؟ ما علينا، عمو رمزي الزفت ده لما هيديكي ورقه ويقول لك اكتبي فيها هتكتبي مامي مش بابي، مامي مش بابي، مامي وبس. الو الو، تسمع ولا اخلص من شغل الموالد ده وروح لم الاصوات اتكل على الله. ايه دول يعني؟ مش هتسيبنا دول اقول الكلمتين اللي واقفين في زوري يا دول؟ بالعكس، سيبهم واقفين في زورك عشان نخلص منك. يلا يلا يلا. حاضر يا دول. ما هم عارفين من الصبح ان في انتخابات. يلا. ياسمين يا حبيبتي، طبعا عارفه هتعملي ايه. طبعا يا ماما ما تقلقيش. ياسمين حبيبه بابا، اوعي تنسي بابا، يعني اللعب يعني الهدايا يعني الميراث. طبعا يا ماما تقلقش. ماشي ياسمين يا حبيبه قلبي، اهو اهو الصندوق قد ملئ. قد ملئ قد ملئ. اخلص اخلص عشان بس ايه يعني كده اهو. والان مع الفرز الاول والاخير من الانتخابات الشرعيه. الورقه الاولى يا جماعه. عادل يعني 1-0. ادي اول ورقه. الثانيه هنسحبها على طول، بتقول فيها رانيا، يعني 1-1. يا رب الماتش يعدي على خير يا رب. ان شاء الله. الورقه الثالثه بتقول عادل، يعني 2-1. دول حبيبي ورانيا يا جماعه، رانيا يعني 2-2. تاني 2-2. الورقه بقى الاخيره، الورقه دي الفيصل والهرم. هنقول فيها ايه ده؟ برضك تعادل يا دول. ازاي مكتوب فيها بابا وماما؟ ياسمين اصل انا خفت اكتب بابا ماما تزعل، وخفت اكتب ماما بابا يزعل، وبعدين بحبكم انتوا الاثنين، فكرتكم انتوا الاثنين. يا ياسمين يا سلام يا ياسمين، يا طلعت اعقل واحده في العيله كلها. ولا رمزي، تعالى بقى احط لي التمثال بتاع اخناتون ده مكان التمثال بتاع ام نحطب على طول، ده قبل ده. حاضر يا دول. عناية. حاضر. حاضر ايه؟ مش تعرف الاول انا بقول لك حط ده مكان ده ليه؟ صحيح يا دول. الا صحيح يا دول، انت عايزني احط ليه تمثال ام تحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ ام تحلب؟ طب عديت لك ام تحلب، التاني اسمه اخنافون، ده ايه كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ انت بتسالش، انت تنفذ انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دول. مش انت اللي قلت لي اسال يا دول دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال، اسال من غير سؤال، انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي. يعني بص يلا يا هبل يا هبل، دي اسره ودي اسره، انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. بتتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري، الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14، نفذ وانت ساكت. حاضر يا دول. بقول لك يا دول، احنا بقى لنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دول، وما في مفيش زبون. انا عارف مفيش ولا زبون بيدخل، بس ان شاء الله هيجي لنا زبون، لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه. واي نعم كل يوم زي التاني، بس هنعمل ايه؟ لا يا دول، هو مش كل يوم زي التاني بقى، اذا كنت يعني تتكلم بصراحه، احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو، يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس، والاربع فين يا هبل يا هبل؟ دول يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دول الاسبوع ده رمضان، رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو، لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد.
اهبل، انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولة؟ اقول لك انا اللي اخترع الاسبوع ده، يالا رمزي الفراعنة. لا يا راجل. يا راجل ازاي يا دولة؟ احكي لك احكي لك. استنى دولة، اوعى تحكي يا دولة، استنى. يلا بسرعة دولة، اقفل باب البزارة دولة؟ يا ابني مقفول زي مفتوح. سيب انا بس عايز افيدك بخبرتي يالا يا رمزي، حاجة تستفيد منها يعني المعلومات اللي عندي، مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسة الله. قول يا دولة قول. بص يا سيدي، كان زمان بقى ايام الفراعنة الاسبوع ده كان 5 ايام بس. 5 ايام يا دولة؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنة بقى. بيقسط ايه يا دولة؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزلية ومستلزمات معابد وكده يعني، فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع 5 ايام يا اخوانا. دولة طب والاسبوع ده وان 5 ايام ازاي يعني يا دولة؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو 1 يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. ايوه يا دولة صح. تالت يوم اللي هو الثلاث. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دولة. طب والجمعة يا دولة؟ لا الجمعة بقى كان اجازة، بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنة مع بعضهم يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دولة. طب والسبت يا دولة بقى؟ السبت اي لمطتك دي اللي هتخليني ما احكيلكش حاجة. قوم يلا قوم يلا شوف شغلك يلا. ايه دولة بقى بقى؟ شوف شغلك شوف شغلك. ايه هنقعد نهزر؟ وافرض زبون جه لا قدر الله. شوف دولة. بقول لك ايه يا كابتن؟ كابتن ايه يا استاذ؟ هو حته فين امال؟ مش عارف والله استاذ، انا لما جيت ملقيتوش. ملقيتوش؟ طيب هات لي واحد شاي يا صاحبي. حاضر استاذ. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ نصر. نصر؟ حكيم انا وانا صغير سربت حلبيه 3 علسان فسموني نصر. سموك نصر؟ طب هات لي واحد شاي يا نصر. حاضر استاذ. بقول لك ايه؟ لازم يكون الشاي سخن يعني. لسه على لسانك استاذ. يا عم انت مالك، ولسانك ولا لساني؟ لسانك استاذ. طب خلاص ماشي ماشي. ولا نص ولا نص. أيوة ولا نص. ايوه استاذ. مين ده؟ لا نص ده حته استاذ. ده حته حته. وايه اللي عمل فيه كده؟ ازاي اتغير يعني؟ سبحان العاطي الوهاب بعد السبسب والقباب. السبسب؟ انت شكلك بتحقد عليه يعني يا استاذ. بحسده. بتحسده بس يعني؟ طب يلا اتكل على الله هات لي الشاي. ماشي. حته انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه؟ انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه مالك؟ ايه يا حته؟ ايه اللي انت بتنرفز عليا ولا ايه؟ يعني فعلا سبحان العاطي الوهاب من بعد الثبثب والقباب، انت ما شاء الله ايه اللي عمل فيك كده يعني؟ لا انت كمان هتقعد يا استاذ عادل؟ لا بعد اذنك انا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت. عندك شغل ايه؟ ده انت اساسا فاتح اللابتوب واكيد بتلعب جيمز ولا حاجه. جيمز؟ لا يا استاذ عادل انا بشوف البورصه بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي. البورصه؟ طب وانت مالك ومال البورصه دي؟ لا خلاص ما انا بقيت في الموضوع ده من زمان بقى. انت عارف الصدفه يعني بتلعب دورها. واحد صاحبي كلمني على موضوع البورصه ده فدفعت 5000 جنيه فجاه بقوا 30000 جنيه. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه من 5000 جنيه بتقدر يعني ايه ده؟ ما شاء الله يعني ولا ايه؟ انت تحسدني ولا ايه يا استاذ عادل؟ لا مش بحسد، بس يعني 5000 يطلعوا 30000 مره واحده كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت عارف طبعا ان انا طول عمري مغامر، غامرت بال 30000 جنيه ودخلت بيهم البورصه تاني ووصلوا 50000 جنيه. 50000 جنيه يعني ال 5000 طلعوا 50000 جنيه. وطبعا بقى سبت القهوه ورحت اشتغلت في البورصه بقى. قهوه ايه؟ مش انت كنت شغال هنا في القهوه ولا انا متهيألي ولا ايه؟ لا خالص. عمرك ما اشتغلت في القهوه؟ خالص. اكيد حد شبهي. واسمه حته برضه يعني سبحان الله. طيب بقول لك ايه، بالنسبه لشغله البورصه دي يعني ينفع انا اشتغل في البورصه واسيب حكايه البازار دي؟ لان زهقت من البازار والبازارجيه والكار ده مش بتاعي صراحه، انا كنت داخل فيه تدبيسه يعني. تعرف حد يشغلني في البورصه؟ والله استاذ عادل اصل الموضوع ده محتاج ترتيب يعني، انت محتاج حد يظبط لك الليله من اولها لاخرها بقى، يقول لك تعمل ايه وتتصرف ازاي، او تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصه. خبير بورصه؟ هي دي شغلانه اللي هي بتاعت خبير البورصه دي؟ لا ده في خبير بورصه وفي خبيره بورصه كمان. خبيره بورصه يعني هي نفسها اللي تقول لي بقى تشتري ايه وما تشتريش ايه وتبيع امتى وتشتري امتى يعني؟ بيبقى لها كوميشن على فكره، بتاخد منك نسبه. كوميشن اللي هو نسبه ايه؟ لا يبقى انت مش اكيد حته القهوجي، حته استحاله يقول كوميشن يعني. طب والخبيره دي يعني مين اسمها ايه؟ اسمها سهام الاسهمي. سهام الاسهمي؟ هي عشان تبقى بتشتغل في الاسهم تبقى اسمها الاسهمي، دي تبقى خبيره جامده جدا يعني. حضرتك يا استاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ استاذ عادل حضرتك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتريقش ابدا. وانت تعرفني منين؟ ما انت مش حته القهواجي يبقى انت ما تعرفنيش. بس الكلام كده مش عاجبني. سهام واسهمي وبتاع، حضرتك عاوز تليفونها ولا عاوز طلبات كتير؟ لا لا عايز تليفونها تدهوني انا. يا حاضر.
صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوزه الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل، مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا، ما هي ما قالتليش دولا يا دولا، وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، انا الانسه سهام الاسهمي، خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا، ده انا في انتظارك، اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره بره. الواد ده مجنني حضرتك، يعني متخلف متخلف، يعني عارفه مره عمل معايا. مفيش وقت يا استاذ عادل، ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني انا كنت عايز يعني احط فلوسي في البورصه واكسب 50,000 جنيه زي الواد حته. مين؟ يعني عشان اكسب فلوس في البورصه يعني اعمل ايه؟ بسيطه قوي، الفكره كلها في شراء مجموعه اسهم ماليه بثمن معين، ولما بتغلى تبيع. ابيع واكسب زي الواد حته. مين حته؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا، وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك خلاص، وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك، يعني اهم حاجه يكسبونا. واتفضلي حضرتك ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5,000 جنيه بس. دول مش كفايه يا استاذ عادل، علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير، يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك احاول ازودهم، اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم، هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركة المنسوجات الحرارية. منسوجات الحرارية؟ بس مش ملاحظة يعني ان الدنيا هتبقى حر شوية على الفلوس، وخصوصا دي متينات يعني. طب خلاص اشغلهم لك في شركة الكابلات الهوائية. الكابلات الهوائية لا فلوس والهواء وبتاع. لا لا والنبي شوفي لي اي حاجة ارضي. انا عرفت طلبك، هشغلهم لك في شركة الاتصالات السرية. ايوه السريه، انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي البورصه فرصه وطالعه مش نازله، دي فرصتك يا رانيا، اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل، انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل، لان انا قريت في بورصه النفوس. النفوس ايه؟ واحنا هنتاجر في العبيد، بورصة النفوس ايه اللي انت قريتيها؟ يا عادل ده كتاب اسمه البورصة والنفوس، بيقول فيه ان النفوس البشرية بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي ألف الكتاب ده راجل منافس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره. يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقول لك ايه؟ اطلع من دماغي، مالكش دعوه بفلوس الدروس الخصوصيه بتاعتي. كفايه قوي ان الفلوس دي اساسا منظوره. انت اصلك مش عارفه انا هاخد لك اسهم في انهي شركه بالظبط؟ بقول لك ايه، انا مش عايزه اشترك في البورصه دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاحي لو عرفتي. فين فين؟ شركه الاتصالات السريه. شركه الاسهم في شركه اتصالات سريه يعني. انا مش عايزه اشتري في البورصه دي يا اخي، مش عايزه. وبعدين الاسهم في ايدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. انا اشتري قال يا ماما، دي مضمونه ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. ما حد يا عادل، انا ما بحبش الاسرار في حياتي، انا حياتي اوبن مفتوحه. سيحي شركه الاتصالات السريه، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركه مش معروفه، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سريه، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، انا مش فاهمه حاجه من الحكايات بتاعتك دي عن البورصه، كل اللي انا اعرفه البوسطه وبس. يا ماما هي البورصه شبه البوسطه بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت؟ لا لا ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك اوديها لك لدكتور كويس ان شاء الله يعني، وهتولد فلوس كتير يعني. يا ماما دي حاجه انا واثق منها يعني ان شاء الله، المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعت الاتصالات السريه دي؟ ده محدش راضي يعبرها حتى ولو برنه. حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل، نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص، جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟
عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، ولعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في في, في شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين، ياسمين تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ انا. مين؟ روح بابا. تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا انا عارف ان انت محوشه فلوس كتير من العيديات اللي انت كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيديه مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاكي حصاله مليانه، وانا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ستي، اخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك بقى في شركه المصاصات السريه. ايه رايك؟ اتفضل. معقوله 5000 جنيه يكسبوني 30000 جنيه مره واحده؟ المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى، هي دي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا. وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى. لا اوعى، لازم تشتري أسهم تانية، ومادام دخلت البورصة يبقى لازم تكمل. طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعة اللي هي الشركة بتاعة الاتصالات السرية دي. للأسف اتعرفت وبقت علنية. طب وعمل ايه؟ اشتري أسهم ايه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح، وأنا بصراحة برشحك بقوة انك تكون وكيل شركه الاوراق الماليه بتاعتي. وكيل شركه الاوراق الماليه؟ اشتغل ايه يعني؟ تجيب لي ناس بيثقوا فيك يشتروا اوراق ماليه من عندي. ايوه بس اجيب لك الناس ازاي يعني؟ اولا انا قلت الجماعه اصحاب البازارات صحابي يعني كلهم رفضوا، حتى اهلي بيتي نفضوا لي. ده كان زمان، لكن انت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دوله. يا دوله. بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصه النفوس امال؟ لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد. ماشي، دول كام دول؟ 2500. حاضر 2500. رانيا عادل، عادل خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطه بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصره ان هي البوسطه اسمها البورصه يا ماما. البورصه البورصه البوسطه، اه كله بيجيب فلوس، بس البوسطه بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر. ماشي، ما كنتيش مصدقها من الاول. حاضر يا ماما، عينيا ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل، من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي، 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب، عايزه بكام؟ 500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا بابا. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ ايه خد الفلوس اللي في الحصاله واشتري لي بيها اسهم. اسهم؟ عايزه اسهم ايه؟ ايه اسهم من شركه المصاصات السريه. المصاصات السريه. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين. يا سلام، مواعيد بورصه صحيح. اوكي ان شاء الله. ازيك يا عادل؟ اهلا وسهلا. بتقول سهم شركه الكراتين والفل الصناعي وصل 5000 جنيه؟ بيع طبعا. يا سلام، الكراتين والفل 5000؟ امال الحديد يبقى كام بقى؟ وشركه البلالين وصل 10000؟ ده الاسبوع اللي فات كان ب 35 بس. البلالين بقى البلالين خليه بيع، خليه بيع. بقيت هايل يا عادل. بيع طبعا. سلام. اهلا وسهلا، اتفضلي. يا زفت قوم اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذه سهام. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. والله حضرتك منوره، انا وحضرتك دي الفلوس اللي انا جبتها بقى من كل الاسره عندي، يعني امي واختي وكله كله جبت منهم فلوس يعني. انت بقيت هايل في البورصه يا عادل، امال فين فلوس التجار اصحابك؟ التجار اصحابي على وصول، انت عارفه طبعا يعني التجار بيحبوا يشوفوا كل حاجه بعينيهم. اوكي،
وعمولتك طبعا محفوظة. ربنا يخليك. أهم حاجة بقى إحنا المرة دي هنحط الفلوس في أسهم أنو شركة؟ شركة تلج أسوان. تلج أسوان، يا نهار أبيض. دول هي أسوان دي فينا دول؟ أسوان دي بعيد جدا يلا، يعني عارف وأنت في اتجاه بنها بقى كده بس مش شايفة إنه بعيد يعني أسوان دي؟ إيه يا عادل، ما تبصش تحت رجليك، أنت لازم تبص لبعيد. أيوه بس دي أسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جدا. أمال يعني أنت عايز تكسب وأنت قاعد كده؟ لازم تتحرك شوية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. المعلمين وصلوا هم زي ما فهمتك بالظبط. ما تقلقيش تقلقيش. اهلا وسهلا، اتفضلوا يا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، ارستوا ونورتوا وشرفتوا. معاكم الانسه سهام الاسهمي، خبيره في البورصه وصاحبه شركات المكاسب السريعه الخياليه الفظيعه في البورصه. اهلا وسهلا. اسمع على مسمى فعلا خيالي خيالي. ما تتخضيش منه، يعني هو مندفع كده بس هو اساسا اقرع ونزهي يعني. واحنا فلوسنا جاهزه. معاك يا معلم عادل. بس بس ايه؟ لا انا كلامي ثقه. احنا واثقين فيك طبعا، خصوصا بعد لما كسبت في شركه الاتصالات المخفيه. هي السريه بس المخفيه تعدي برضو يعني. واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انهي شركه يا معلم عادل؟ ان شاء الله هتحطوا فلوسكم في اسهم شركه تلج اسوان. تلج وفي اسوان كمان؟ ايوه تلج في اسوان. اتصرف، العموله هتضيع منك. اتصرف، الحموله هتضيع منك. عملت في مراخير كده. يا جماعه، بالنسبه لتلج بالنسبه لتلج اسوان، يعني يا اخوانا التلج ده اهم حاجه في الصيف، وبعدين الصيف السنه دي هاجم هجمه شنيعه فظيعه قويه جدا. مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير قصب؟ محدش. مين فيكو ما بيقعدش على القهوه ويطلب كوبايه شاي ومعاها كوبايه ميه مشبره؟ محدش. شفتوا؟ عشان كده اهم استثمار يا اخوانا نستثمره في الاسهم بتاعه التلج بتاع اسوان. وانا واثقين يا معلم عادل، انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم. وانا كمان. وانا اديني فرصه يومين ثلاثه، اذ ربما البيع بضاعتي اللي في البازار وازود بفلوسها سهومي في البورصه، ولا غلط؟ لا صح، وانت عمرك تقول حاجه غلط خالص يا معلم تيتي، يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله. تعجن ماشي ورايا عمال بتخبط فيه ايه؟ قول لي النهارده ايه؟ النهارده تاني يوم يبقى الاثنين، وتالت يوم يبقى الاربع. انا بقول لك على حسب الاسبوع الفرعوني النهارده. انا عارف النهارده ايه. خلاص خلاص، بس المشكله لغايه دلوقتي سهام الاسهمي ما اتصلتش ولا جت. الا صحيح دول، في سؤال محيرني كده وانا اقوله لك. اسال واخلص. هي الانسه سهام دي متجوزه ولا مطلقه؟ هو ده السؤال اللي انت موترني؟ انا بقول لك انا مش طايق نفسي، انا متوتر جدا عشان موضوع البورصه اللي انا فيه ده. ماشي دولا. دولا هي البورصه دي مرات البورس يعني؟ انت اللي اساسا شبه البورس اللي دينه مقطوع. ابعد عني السعادي، ابعد عني السعادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ اتفضلوا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا. هو ده بقى معدنا، بشرني بقى كسبنا كام؟ كسبنا اكيد يعني، بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله، بس هي البورصه معروفه بتكسب يعني. الو السلام عليكم. مين؟ الانسه سام. الانسه سام. والله العظيم الف مبروك. يا الحمد لله رب العالمين، مع الف سلامه وش السعد، مع السلامه. ده قالت لك ايه؟ لا يا دول، انا عايز الحلاوه الاول علشان الخبر الحلو ده. اخلص. قالت لك ايه؟ وانا اجيب لك يا سيدي اربع خمس علب حلاوه. قول. قالت لي يا دولا ان التلج ساح والاسهم كلها خسرت. التلج ساح، التلج ساح، التلج ساح. فاكر اليومين دول بقيت مثقف يعني، بتقرا ايه؟ ده كتاب مهم قوي يا رانيا. عن ايه بقى؟ بيتكلم عن ايه؟ ده يا ستي بيتكلم عن اسرار الاعشاب الصينيه. اعشاب الصينيه؟ اشمعنى يعني؟
لعلمك دي مهمة جدا. يعني مثلا أي حد بيعي باخد أدوية وحاجات كيماوية وبتاع، لا 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 لا، الأعشاب الصينية دي أعشاب طبيعية جدا. يعني عارفة في الصين أي واحد مثلا بيكون عيان أو حاسس بأي وجع ولا حاجة بيروح للحكيم الصيني. الحكيم الصيني بيكتب له وصفة أعشاب صينية ياخدها ويخف ويبقى مية مية. عشان كده الناس بتبقى ماشية في الشوارع صحتها تمام، ماشيين زي الساعة. يا سلام. أمال إيه؟ أمال أنت فاكرة يعني الناس الصينيين برغم إن هم باينين إن هم قصيرين لكن صحتهم كويسة وعجل وطول الوقت بيجروا وكتير ليه يعني؟ يا عم حرام عليك بطل تقر عليهم، ده هم كلهم على بعض قد كده، هنصحى الصبح مش هنلاقيهم أصلا. ما تخافيش على الصينيين يا ماما، أولا عندهم أعشاب ضد القر، ما تخافيش عليهم خالص. طب بيبي بقى طالما أنت جامد قوي كده يعني كده يعني في الأعشاب الصينية، ما تجيب لنا دواء كده تعالج مامي اللي تعبانة لحسن دي متدهورة خالص. صحيح، هي عاملة إيه دلوقتي؟ تعبانة جدا يعني مش عايزة أوصف لك، يعني بجد حاسة إنها قربت تودع. الحمد لله كويس كويس. الحمد لله يا عادل. بقول كويس يعني على أساس إن أنا عندي فرصة أعالجها بالأعشاب الصينية بقى. لا معلش حبيبي، خلينا لك الأعشاب الصينية والثقافة اللي نزلت عليك فجأة كده، خلي الست لوحدها، إحنا جبنا لها الدكتور وإداها الدواء وإن شاء الله تبقى كويس. دواء إيه ودكاترة إيه يا ماما؟ مش محتاجة أي دكاترة، أنا هكتب لها أعشاب لأن مرة واحد قريبنا كان عنده القلب وكان بياخد أدوية عشان يتعالج من القلب، أول ما خد الأدوية مات على طول. يا أخي حرام عليك يا أخي. الأعمار بيدي اللي ما تنقش فيها. يا سلام يا سلام يا سلام، انتوا قاعدين هنا قاعده رومانتيكي وسايبين بره الجثث اشلاء اشلاء. انت دخلتي علينا اوضه النوم ازاي من غير ما تخبطي ولا تستاذني؟ انت بتستهبلي يا سناب في ايه؟ ايه يا بنتي، مامي جرى لها حاجه؟ لا مامي انا اللي جرى لها حاجه. طب الحمد لله اشكر ايه ايه تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا بنتي ولا انت ولا امك. بحسب. شوف مراتك، شوف مراتك اللي عايشه معاك في خيرك عايزه تخلص من امك باي شكل. يا سناء اخلصي، ماما حصل لها حاجه؟ حماتك عادت امك. مامتي انا النسمه الرقيقه عادت مامتك يا بنتي، هي جت جنبها ضمك تعدي قبيله بحالها اصلا. يا بنتي امك حاطه مناخيرها في كل حاجه في البيت، فطبيعي طبعا انها تعدينا. المهم دلوقتي مامتي فين؟ اهي قاعده في اوضه مجيده ماما. طب ما وضع طبيعي انها تتعدي يا ماما. يا ابني دي شقتك ولا شقه الجيران؟ ما انت عارف شقتك قد الحق، يعني حوش حوش انت موسعها علينا قوي واحنا اللي قاعدين فوق بعضينا. ماشي خلاص، المهم دلوقتي يعني ماما هناك جوه في الاوضه، يلا بينا يلا بينا نشوف. يلا يلا يلا. هي ياسمين، ايه ياسمين اللي معاكي هنا؟ ايه يا ماما انا بطمن على تيتا. مش اطمنتي؟ تعالي بقى يلا اطلع على اوضتك، على اوضتك، على اوضتك، على اوضتنا احنا. ها عند الحظر الصحي. انا هقعد مع تيتا. بس يا بنت عادل مش هتاخدني معاك النهارده يا اخويا. نعم يا اختي. ايه اخدك دي؟ روحي انت، روحي انت، ما تقلقيش ما تقلقيش، مش انا اللي باخد يا ماما، ربنا هو اللي بياخد ان شاء الله. وبعدين اخدك عندي في اوضه اليمين اللي هياخد باله من ماما. خلاص متشكره يا عادل، متشكره يا اخويا، انا هقعد هنا جنب امي حبيبتي ارعاها واخد بالي منها. ايوه ارعيها وخدي بالك منها. انت عامله ايه صحيح يا ماما النهارده؟ والله تعبانه يا عادل، جدتي كلها ايده نار، وجدي الله يرحمه على بالي طول الليل. يا ماما ما تقلقيش يا ماما، ده شويه برد يعني حاجه بسيطه وهتعدي على طول ان شاء الله. البركه في الاختلاط بالاجانب. ربنا يهدك يا انعام يا شيخه بقى، ارحمي نفسك بقى، انت قصدك مين بتاكل؟ ربنا يهدك انت يا شيخه. فيكوا نفس اتخانقوا يا جماعه، حرام عليكوا، حتى وانتوا عيانين كمان بتتخانقوا. انت قصدك ما جالكيش رعايه غير لما جيتي هنا؟ يا نجلاء يا نجلاء، ما تقلقيش على مامتك، يعني ان شاء الله مامتك ومامتي هيخفوا بعون الله على ايدي انا. السلام عليكم يا ريس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أؤمر يا باشا، طلباتك أوامر. الأمر لله. أنا أصلي سألت يعني على المحل بتاعك، قالوا لي أنت الوحيد اللي بتشتغل في الأعشاب الطبيعية أنا هو بشكل كبير يعني. بعون الله لو لبن العصفور موجود. ربنا يخليك. أنا بس كنت عايز أسأل يعني عن الأعشاب الصينية، عندك أنت أعشاب صينية؟ ياه الأعشاب الصينية. إيه مالها، هي ماتت ولا إيه؟ لا بس أصل دي ما نودل لما بتطلب. محدش يعرف سر الاعشاب دي الا الصينيين بس. ده كان زمان يا حاج، لكن خلاص يعني ان شاء الله بعد كده مش بس في مصر هيعرفوا الاعشاب الصينيه، في العالم كله بعد الخلطات بتاعتي. هو حضرتك دكتور؟ لا مش دكتور ولا حاجه، بس الحكايه مش محتاجه دكتور، يعني هي محتاجه شويه مفهوميه وشويه سنس. منس؟ لا منسي.
سنس يا حاج سنس، يعني شوية مشاعر وأحاسيس. طلباتك يا باشا. والله أنا معايا لسة فيها شوية أعشاب صينية، يا ريت تكون عندك. هيتفضل يا حاج. دي حاجات صعبة قوي، ده فيها حاجات أنا ما سمعتش عنها قبل كده. الله الله الله، هتزعلني منك ليه يا حاج؟ ده بيقولوا إن أنت أجمد واحد. طلباتك يا باشا. خلاص، يا ريت تجهزها لي بقى على طول، نص ساعة واستناك. ماشي، بس بقول لك إيه، أنا في عندي خلطات جاهزة، أحب إنك تاخد فكرة عنها. يا ريت، فرجنا عليه. دي بقى بتعالج أي مغص. بتعالج المغص. ودي بقى بتعالج انفلونزا الطيور. عليها شوية بتاع ده من عشان لا لا، بص يا حاج، الخلطات دي معتادة وعادية جدا. لا، انت جهز لي بس طلباتي وانا الخلطات هعملها بنفسي. خلاص، نص ساعة وان شاء الله تلاقي كل طلباتك جاهزة. ماشي يا حاج. دول انت هتتاجر في البانجو؟ بانجو؟ انا تاجر في البانجو؟ انت بتستهبل الياد ولا ايه؟ دول عادي، انا اتوقع منك اي حاجة دول بصراحة. يعني قول لي بس انت بتعمل ايه، عايز افهم يعني. ياد، انا بعمل الخلطات اللي هعالج بيها امي وحماتي. هتعالجهم بالبانجو؟ ولا مش ناقصه كمان انت خالص، اتكل على الله غبور من وش. ايه دول، انت دايما كده يا عم، زهقان وقرش ملحتي وروحك في مراخيرك كده. دول ايه هف دي؟ معلش، ما انا زهقان من نفسي يا عم. زهقان من نفسك ما تجيش. لا، تعال نروح القهوه نشرب كوكتيل. انا فعلا محتاج ان انا اروح القهوه، بس مش اشرب كوكتيل بقى، اشرب شاي عشان يعدل دماغي بعد الخلطات العجيبه اللي انا عملتها دي. ماشي يا دول. بقول لك ايه، نقفل باب البازار عشان البوليس. البوليس عشان يعمل ايه؟ البانجو ده. سيبوني، ده مش بانجو. انت قدامك شاي كوكتيل. قدامي عارف يا ده رمزي ايه اللي مصبرنا عليك؟ ايه يا دوله؟ مش عارف. شكرينا حته. ايه مالك يا حته، واقف مش مظبوط كده ليه؟ مش عارف يا باشا، دايخ كده وحاسس ان هرجع. لا بص، لو كده بص الناحيه دي، بص الناحيه دي. ونفسك غم عليك كده يلا حته وكده. بس يلا يا رمزي، عيب يلا. انت متجوز بقالك كتير يعني؟ لا قريب يا باشا. ممكن تبقى حامل، خلي بالك. لا بهزر، يلا مالك بجد يا حته. هو مش عارف يا باشا، الدور جاي لي كده، بس انا مش مهم يا استاذ عادل، المهم امي. امي يا باشا تعبانه قوي، وتفكرني كده بابويا قبل ما يموت. يا خبر ابيض. طب يا دوله، ما تدي له خلطه من بتوعك دولت علشان تنسيه ابوه قبل ما تموت امه. لا يلا، قبل ما ابوه يموت يعني، احنا المهم دلوقتي في امه مش في ابوه. بس ولا يهمك يا حته، يعني انا هخدمك خدمه جامده جدا. ايوه هو ده. بص يا معلم، الخلطة دي هتاخدها على مية سخنة بتغلي جامد جدا، وبعدين تسقعها في التلاجة جامد جدا، وبعدين تشرب منها انت وامك وادعي لي يا معلم. ربنا يخليك لنا يا استاذ عادل. والله يا باشا مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. ربنا يكرمك يا باشا ويبارك لك في عيالك يا رب يا باشا. خلاص خلاص يا الواحد لازم يعمل حاجة يعني برضو. طبعا يا دولة. طب ما تعمل لي انا بقى حاجة يا دولة كده، مفيش حاجة كده ليا. ايه ايه حاجة ليك ايه؟ انت عندك صداع؟ لا. عندك مغص ولا حاجة؟ لا. خلاص خد دي. ايه ده يا دولة؟ ده سبيداك. طب واخده ازاي ده دول؟ ده بقى بالسكينه كده، بس تلقط لسانك الاول وبعدين بالسكينه، وتقوم ايه داهن كده وتصنفر، وتقوم داهن تاني يعني. ربنا يخليك ليا يا دول يا رب. ده هيجيب لك كل الامراض، بعد كده بديك بقى من الانواع التانيه اعالج لك بيها الامراض. يا ماما، عامله ايه يا ماما؟ يا ست الحبايب يا حبيبه، عامله ايه النهارده؟ مش تيجي تقعد جنبي يا ابني في لحظاتي الاخيره؟ لا الف سلامه ليكي يا ماما، ان شاء الله تقومي بالسلامه باذن الله، وتنوري البيت وتزقططي وتهيصي. خدي يا سناء، خدي ده بسرعه، روحي اعمله لنا في شويه ميه وقلبيه وهاتيه بسرعه. ايه ده؟ ايه ده يا عادل؟ ده دي وصفه مهمه جدا، دي اللي هتخفف ماما وتخفف حماتي باذن الله. هات لنا كوبايتين بس بسرعه. يلا ماشي، يلا يلا. لا لا جامي يا عادل، انا مش هقدر اخد الحاجات المواصفات بتاعتك دي، انا فيا اللي مكففينيني خالص، من فضلك ارحمني خالص. اسكتي يا مجيد، عادل مش هيعمل حاجه تخلينا نبقى وحشين، مش كده يا عادل؟ طبعا يا ماما، انا لو ما كنتش واثق 100% من الخلطه اللي جايبها لكم دي ما كنتش اديتها لكم يعني. ايوه يا ابي، بس حتى الاعشاب لازم تتاخد تحت اشراف دكتور. دكتور؟ هم الدكاتره يحطوا مناخيرهم في كل حاجه كده يا ماما؟ دي عايزه مفهوميه وعايزه عقل، والمفهوميه والعقل عارفين فين طبعا يعني. انا مش عارفه ليه انا مش مطمنه لك خالص يا عادل. ولا انا يا ماما. عموما لما ماما تشرب بقى الخلطه بتاعتي دي وتخف وتقوم تزقطك كده، ساعتها هتندمي وتقولي يا ريتني خدت الخلطه. اتفضلي يا ماما، يا ست الكل، يا ست الحبايب. هاتي حبيبي بالهنا والشفا. سمي يا ماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ده حلو قوي، ده احلى من الكوكتيل. شفت بقى يا ماما، يعني انا هديك حاجه وحشه. الف سلامه ليك وان شاء الله بالشفاء يا ماما. طب انا بقى عايزه الكوبايه بتاعتي. لا مش هديك الكوبايه، مش انت قلت مش عايزه؟ انا ماليش دعوه، انا عايزه الكوبايه بتاعتي. يا عم عادل اديها الكوبايه، خليها تطفحها، مش هنخلص من زنها. خدي خدي. عموما هتعرفي قيمه الكوبايه دي لما تخفي وتقومي تزقططي وتتنططي وتقولي الكلام الغريب اللي بتقوليه. زيحي يا مجيده العيا مر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بالدكتور بتاعنا. اخبارك يا حته؟ ازيك يا وزي امك؟ الحمد لله يا باشا، صحتها بقت زي الفل والله يا استاذ عادل، وليل ونهار عماله تدعي لك. ياه، معقوله بالسرعه دي؟ يا دوله يا كبير يا كبير. يا جماعة يعني مش عايزكم تحرجوني، يعني ده كل ده بفضل ربنا، احنا مجرد أسباب يعني ما عملناش حاجة يعني. الحمد لله. وبعدين يعني بإذن الله بعون الله مع الأعشاب الطبيعية اللي أنا بعملها بعد كده مش هتلاقي أي مريض موجود في البلد، يعني ولا بقى مستشفيات ولا أدوية ولا كلام فارغ من ده معلم. الله عليك يا دولة. إيدك أبوسها يا أستاذ عادل. لا لا لا، استغفر الله العظيم، دي الشمال، خد دي. يا ابني احنا مجرد اسباب زي ما بقول لك يعني. اسباب ايه يا باشا؟ ده الحمد لله انا امي كنت خلاص فقدت الامل انها راحه ومش راجعه تاني. يا جماعه الحاضر يعني للغايب، الاستاذ عادل هو اللي ربنا شافاني على ايدي انا وامي، وخلونا فداك يا استاذ عادل. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ يا جماعه يا جماعه، انا ما بحبش الهتاف، دعوني اعمل في صمت، يعني مش عايز هتاف خالص. استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ استاذ عادل يا ابا، ايه العظمه دي كلها؟ بيبي انت عبقري عبقري جينيس، طول عمري بقول عليك ان انت عندك مواهب، لو طفت فوق السطح هتسوي الهوايل. طفت ايه بس يا رانيا؟ ايه المواهب دي يعني؟ طياره. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. عارف العيا ده كان غم ونزاح، والحمد لله. الحمد لله العافيه يا ماما، دي حاجات بسيطه. ربنا يخليك ليا يا جوز بنتي، بس يا ريت بقى تكمل جميلك عليا وتشوف لي دواء للضغط. وانا كمان تشوف لي دواء للسكر. لا بقى يشوف لي دواء للعيا. ماشي 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 ماشي، اشوف لكم ان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه، واحد ضغط وواحد سكر وواحد ايه ال ايه ده. يا جماعه يا جماعه، انتوا كان عندكم دور برد وراح لوحده، خف لوحده، يعني انتوا خفيتوا بدون اي تدخلات. يا نهار اسوح على حزب اعداء النجاح ده، انا مش عارف انا يعني، بس ما تقلقيش ما تقلقيش، انا في باب مخصوص كاتبه في الكتاب بتاعي عن حزب اعداء النجاح والعلاج بتاعهم ان شاء الله. ايه ده؟ بجد يا بيبي؟ انت ناوي تعمل موسوعه علميه صحيه؟ طبعا، لان الموهبه اللي ربنا ادهاني الحمد لله يعني مش لازم اخص بيها اهل بيتي بس، لكن لازم افيد بيها المجتمع والناس. طب يا ريت يا بيت تعمل لي خلطه كده للذاكره، عشان الحاجات اللي بذاكرها ما تطرش. تعرف انت لو عملت كده هتكسب ذهب تكفي عليك الثانويه العامه. على رايي كفايه الثانويه، ده لو كل طالب في الثانويه اداني جنيه بس هبقى مليونير. خلاص هعمل دي في خطه اعمالي اللي جايه ان شاء الله. وكمان انا يا بابا اعمل لي حاجه كده خلطه يعني، عشان لما اجري والعب واتنطط كده ما اتعبش. ماشي هعمل لك الخلطه يا ياسمين. اعمل حاجه بقى يا عادل عشان الهلاوس والتهيؤات والجنان. ده انت وصلتي خلاص، دخلت مرحله الجمالك. لا ده مش عشاني، ده عشانك يا روح قلبي. عشان انا يا نهار اسود على حزب اعداء النجاح ده، مش عارفين يقولوا ايه ولا ايه ولا ايه. هعمل للهلاوس والتهيؤات بس على الله يجيب نتيجه معاكي. السوشو دولا تشانجيانج. اتفضل يا بروف، اتفضل يا بروف، اتفضل. واحدة واحدة، ارجعوا كده هون صف كله، مش عايزين هرجلة. تعال انت يا حاج كده علشان نلحق. نبي يا ابني شوف لي حاجة للكبد احسن، تعبني قوي الكبد. تعبك قوي الكبد؟ الكبد لا، ده الطحان ده للي وازي الكبد اهو. خد يا حاج دي خلطة مخصوص عشان الكبد، معمولة من كبد الحوت مع كبد الغزال مع كبد اسكندراني ودقة بقى. وايه يا معلم؟ خد دي، هتاخدها 60 مرة في اليوم لمدة اسبوع، وتجيلي بعد شهر ان شاء الله. تفتكر بقى ان هعيش العمر ده كله؟ الخلطة اللي معاك دي تقعدك بتاع 50 سنة على الاقل ان شاء الله. ربنا يخليك يا ابني ويطرح فيك البركة ويكتر من امثالك. مع السلامة. ايه بعده؟ ايه بتقول ايه؟ اللي بعده. محسوبك
حماده ابو قصه. ابو قصه؟ بص سيب شعرك يعبر عنك، مش محتاج تعرف نفسك، واضح القصه طبعا تحت امرك. المشكله ان شعري ما بقاش زي الاول. اكيد طول، ما بص البني ادمين اللي زينا يعني لما بيكبروا شعرهم بيطول وبعدين سنانهم بتقع وبيهبلوا بعد كده. انت بتتكلم ليه؟ مش انا متفق معاك مفيش كلام خالص. اسف. مشكلتي يا بص ان شعري بقى مليان قشر، والبنات اللي كانت بتجري ورايا علشان شعري بقوا بيجروا مني وبرضو علشان شعري. ايه 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 ها 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 ايه ايه؟ اسف. اكيد بقى المشكله يا معلم في الشعر. ولا 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 انت بتتكلم، انت هتعمل لي فيها صيني؟ خليك في القرطاس اللي انت لابسه ده، مش عايز كلام خالص. اسف. اتفضل يا سيدي. الشعر الشعر الشعر. انت شعرك لونه خد دي كويسه قوي عشان الشعر، اتكل على الله. استعملها ازاي بقى يا بروف؟ دي يا سيدي هتغليها في ميه مغليه جامد جدا لمده 3 ساعات، والميه مغليه وعماله بتفقفق هتاخد منها، تقعد تدعك في شعرك جامد جدا، وبعدين تقف في الشمس لمده 12 ساعه. ايوه، ولو احترت بقى الدنيا احترت وكدهون، ادعك راسك جامد قوي وقف بالليل في الشمس كده عشان بتبقى الدنيا طراوة. شمس ايه اللي بالليل يهبل يهبل؟ شمس ايه اللي انت اي كلام جاي فيه وخلاص؟ انا مش هتخليك خليك في حالك. اسف. مش يا رب البطارية تفضى ونخلص منك، مش عايز ولا كلمة. افتكر يا بوف الخلطة دي هتجيب نتيجة مع القشرة؟ نتيجة ان شاء الله هتدعي لي لما تلاقي القشرة مشيت ومفيش اي قشرة. لعلمك الخلطة دي مصنوعة من ايه؟ من كل الحاجات اللي ليها علاقة بالقشر، يعني دي مثلا معمولة من قشر السمك مع قشر اللب مع قشر البطيخ. شكرا. العب. ولا 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 ما تبوظليش المشروع. اسف. ايه في يا حت؟ الناس بتسأل عليك من الصبح وناويين على الشر. ناس مين دول؟ الناس اللي انت اديتهم الخلطات. الناس اللي اديتهم الخلطات؟ المرضى بتوعي؟ لا يا ابني، اكيد حد وشى بيا مثلا، لعب في دماغهم، دي اكيد وشايه يا معلم. دول يعني ايه وشايه دي يا دول؟ وشايه يالا يعني وش. وش ايه بقى وشايه ايه؟ صدقني الناس متبهدله وفي 3 منهم في حاله خطره، وربنا يستر عليهم. اسمع كلام حته، اخلعوا من هنا قبل ما حد يشوفكم وتتقلب دندره. دندره مين يا عم حته؟ انت مش عارف انت بتكلم مين يا عم؟ ده دوله ابو الطب، يعني لسه مجبس رجل نفرتيتي قبل ما يجي. ده انا نفسي ابقى في ربع شهرته. عايز تبقى في ربع شهرتي؟ قوي قوي كبريت وولع كده اهو من هنا بقى معلم في ده كله. ليه دوله؟ عشان تبقى نار على العالم. يالا الجدع النصاب اهو يا جماعه، يلا بينا ناخد حقنا منه. بتتكلم على مين؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا رجاله؟ ايه ده؟ انا تعمل فيا كده؟ انت مين حضرتك؟ انا حماده قصه. حماده قصه؟ وفين القصه حضرتك يعني؟ بقيت حماده قرعة. اكيد حضرتك استعملت الخلطه غلط. خلطه ايه بقى؟ انا شعري يقع؟ الخلطه خلطتي اللي سمعت كلامك بالاول. الخلطه خلطتها. اسف. ايه بس اللي حصل؟ احكي لي ايه اللي حصل ونتفاهم يعني، بدل الهجوم اللي انتوا عاملينه ده. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه، انا خدت الخلطه منك وروحت البيت عملت زي ما قلت لي، وحطيت الخلطه هنا يا دوب لسه بعمل كده بشعري كده، لقيت شعري كله طلع في ايدي كده. طيب ما يبقى انت اللي وقعت شعرك، يبقى انا غلطان في ايه يعني؟ لا يا دولا انت مش غلطان، هو اللي غلطان. لا انتوا هتستهبلوا ولا ايه؟ الخلطه بتاعتك مضروبه. ايوه يا دولا مضروبه، وانا اللي ضاربها في الخلاط يا دولا. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ نيه نيه نيه. وانا تديني الدواء يخليني انام على طول وتقول لي ايه هتعيش اكتر من 50 سنة؟ انت كنت ناوي تجمدني ولا ايه؟ يا عم اكتر من 50 سنة ايه؟ انت اصلا ميت من سنتين ومخبي على اهلك. اخرس. يلا بينا رجاله ناخدوا حقنا منهم. يلا يا مش هسيبك النار. لا مش هسيبك النار. بالراحه يا سناء بالراحه. سيبيه يا سناء ينزف، سيبيه ينزف ونخلص منه. تخلص مني بقى كده يا دولا؟ طب انا لما اموت بقى مين بقى يشيل بلاويك يا دولا؟ يا اخي يا اخي اثبت اثبت عشان اعرف الممم لك جراحك.
طب بالراحه قوي يا سناء والنبس، لا انا مش عارف الجرح ده بيوجعني قوي قوي قوي، ده انا حاسس ان اتشلفطت ومش هنفع في الجواز بعد كده. جواز ايه؟ هو انت كنت نافع قبل كده عشان تنفع بعد كده؟ طيب بالراحه يا نقنق بالراحه، كفايه الجرح اللي في قلبي. ولا ولا ما تحترم نفسك يا هلا، ايه بتعاكس اختي وانا قاعد؟ يهبل يهبل، ده جرح قلبك سيبه في حاله، حرام عليك ده غلبان. ولا اقول لك بالمره اخترع له حاجه هو كمان تخففه؟ يلا يلا. قصدك ايه يا سناء؟ قصدك ايه؟ قصدك يعني ان انا الخلطات اللي كنت بعملها يعني كانت بايظه؟ لا 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 لا، اسف جدا اسف جدا، دي غلطه بس، ودايما العلماء في الاول بيقعوا تحت اخطاء وبعد كده بيتميزوا. اخطاء؟ ده دواء السكر اللي انت كتبته لي وجبته لي على لي السكر على الاخر. اه ولا دواء الضغط اللي انت اديتهوني؟ يا خبر ابيض على اللي عمله في دماغي، زي ما يكون محمد عليك ليه عمال يضرب فيا. يا ربي بيبي حبيبي، وحياتك بلاش الشغلانه دي يا بيبي، اصلها خطر موت. لا مش بلاش ولا حاجه، هي بس في الاول الواحد لازم بيعمل شويه غلطات، بعد كده بيتعود. يا جماعه ده عادي جدا يعني، بيحصل لاي عالم من العلماء يعني. ياسمين علي التلفزيون كده، علي التلفزيون. حاضر. اهم الانباء من اخبارنا المحليه، تم القبض اخيرا على مؤلف كتاب اسرار الاعشاب الصينيه الذي انتشر مؤخرا بالاسواق، وتبين ان مؤلفه يعمل حلاقا وليس معه مؤهل سوى الابتدائيه، وجديرا بالذكر ان مؤلفه قد يسجن مده لا تقل عن 3 أعوام. يا بيبي شفت؟ مش انا قلت لك نهايتها وحشه خالص؟ يا جماعه هتلاقوه مش قبضوا عليه عشان مثلا الخلطات فيها حاجه غلط، اكيد في خلطه مطبعيه.